السلام عليكم، مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف أتحدث عن نفسي فقط، يعني سوف أعرف بنفسي وكذلك سوف أعرف بالخدمات التي أقدمها للطلبة في روسيا. أولا، اسمي عبد الغفور، من المغرب، 27 سنة، سنتي الرابعة يعني في روسيا، وتبقى لي سنة واحدة فقط وسأنهي دراستي إن شاء الله في روسيا. في هذا الفيديو سوف أعطيكم ما هي 20 خدمة التي أقدمها للأشخاص الذين اختاروا القدوم يعني للدراسة في روسيا عن طريقي. سنبدأ لكي يعني نختصر الوقت. أول شيء، أتحدث مع الشخص الذي يعني يطلب مني التقديم له يعني بشكل يعني طويل في البداية. لماذا؟ لكي أولا أتأكد أن هدفه الدراسة فقط ليس غير ذلك، وأتأكد أن المعلومات التي الموضوعة في دماغي مسبقا عن روسيا صحيحة أم لا. أن في كثير من المرات تحدث معي أشخاص كانوا يريدون القدوم للدراسة في روسيا وفي دماغهم كثير من المعلومات المغلوطة عن روسيا، فهم؟ لأن هناك أشخاص آخرين يصورون لهم أن روسيا جنة، فور أن تضع يعني رجليك في روسيا ستجد كل شيء يعني بين يديك في طابق من ذهب، فهم؟ يعني بعد ذلك، بعد ما أقول للأشخاص يعني المعلومات التي يحتاجون معرفتها، بعد ذلك إذا وجدت أنهم فعلا هدفهم الدراسة وأنهم مقتنعون وأنهم يعني واعون قدر الإمكان إلى أين أنهم ذاهبون، بعد ذلك أذهب معهم إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة التقديم. ما هي الخدمات التي أقدمها في التقديم؟ 20 خدمة، 20 خدمة بالضبط. اليوم سوف أتحدث عن هذا الموضوع بالتفصيل. أول شيء القبول، فهم؟ أول شيء القبول. بعدما أعرف هل أنت تريد أن تدرس يعني في روسيا يعني باللغة الروسية، يعني هذا يعني أنك ستحتاج سنة تحضيرية، أو أنك تريد أن تدرس في روسيا بالفرنسية أو الإنجليزية، وبالتالي أقدم لهم مباشرة إلى الجامعة، فهم؟ أول شيء أخذ منك الوثائق وأجلب لك أول شيء القبول. القبول من يوم إلى 3 أيام فقط. ماذا يعني القبول؟ يعني أن الجامعة التي قدمت لك فيها يعني تم قبول وثائقك فيها، يعني أنها وجدت وثائقك سليمة تماما، وأنها قبلت يعني ملفك لكي تقدم الجامعة لك لكي تحصل على الدعوة. ثانيا، الدعوة من حوالي 25 يوم إلى 40 يوم، فهم؟ ولكن غالبية عظمى من الأشخاص الذي قدمت لهم يعني جاءت دعوتهم في 30 يوم بالضبط، فهم؟ يعني ثانيا الدعوة. ثالثا، أساعد طلبة في تجهيز ملف الفيزا، يعني بعدما يحصلون على الدعوة ما هي الملف، يعني ما هي الوثائق التي يجب أن يعني يجهزونها لكي يذهبوا بها إلى القنصلية الروسية، يعني في لكي تذهب بها إلى القنصلية الروسية في بلادك لكي تحصل على الفيزا، لكي لا تقوم يعني بأي خطأ، ولكي ترتاح، ولي يعني لكي يعني تكسب الوقت ولا يعني تجد نفسك في أي أخطاء. رابعا، بعدما تحصل على الفيزا أساعد الطالب بالحصول على أرخص وأحسن طائرة ممكنة، فهم؟ أرخص وأحسن طائرة ممكنة قدر الإمكان. لا يوجد، كلنا نعلم أنه لا يوجد ثمن ثابت للطائرات. الطائرات في الصيف في شهر 8 ثمنها يكون مرتفع عن الطائرات في شهر مثلا 1 أو 12، فهم؟ مهم، واجبي أنني أساعد الطالب قدر الإمكان أن يجد أرخص طائرة ممكنة وفي أحسن وقت ممكن. خامسا، ترتيب أمور المطار. كنا نعرف أن حاليا بعد نشوء الحرب الروسية الأوكرانية أصبحت الدخول من مطارات روسيا موضوع صعب جدا. هذا أنا أرتب للطالب أمور دخوله المطار مع الإدارة، يعني أجلب وثائق وكذا وكذا، حيث أن هذه الوثائق تضمن للطالب 99% أنه سوف يدخل إلى روسيا من المطار بدون أي مشاكل. السادس، استقبال المطار فقط للبنات، فهم؟ فقط للبنات، أو إذا كان شخص كنت مقتنع تماما أنه يعني يحتاج فعلا أنني أن أذهب له إلى غاية موسكو لكي أجلبه من غاية هناك، لأنه روسيا كبيرة، فهم؟ لكي تسافر من أي مدينة إلى موسكو هناك مصاريف تنقل، مصاريف أكل، تاكسيات، فهم؟ يعني الكثير من الإرهاق والكثير من المصاريف. أما بالنسبة للبنات فأنا أختار وأنا مقتنع تماما أن يعني أنهم يحتاجون شخص يستقبلهم في المطار، لأن يعني البنت تكون كما نعرف أن يعني الموضوع بالنسبة للبنات صعب،
صعب فاهم. أما الولد فغالبا الذكور يعني حتى إن كانت بعض الصعوبات ولكنه بسهولة يستطيعون يعني السفر من مدينة لأخرى بشكل ميسر. الموضوع السابع هو أن أخذ طالب فور وصوله إلى السكن الجامعي وأضمن له إن شاء الله حصوله على غرفة في السكن الجامعي، وإلا إذا كان ذلك الشخص من البداية مقتنع أنه يريد أن يكتري شقة أبحث له من البداية على شقة مناسبة له لكي يسكن فيها من البداية. ثامنا أذهب مع الطالب يعني فور وصوله إلى السكن الجامعي أخذه لكي يشتري أمور غرفة يعني السكن الجامعي، لأن يعني السكن الجامعي في روسيا يعطونك سرير ويعطونك فراش ويعطونك مكتب ويعطونك ما يسمى بالمكان الذي نضع فيه الملابس فاهم. أما أمور تزيينية في يعني أمور الأواني المطبخ أمور الطبخ فاهم، أمور الفراش الأرضي فاهم، أمور تزيين الغرفة كلها تبقى على الطالب فاهم. لهذا أخذ طلبة في أول يوم أن يأخذ يعني لكي يشتروا هذه الكماليات الغرفة لكي يجلسون في غرفة مريحة جميلة إلى غير ذلك من الأمور. تاسعا في اليوم التالي أخذ طلبة إلى الجامعة فورا يعني في اليوم التالي مباشرة لكي أبدأ في عملية التسجيل فاهم، لكي يأخذوا عقد دراسة عقد سكن يمضون على يعني هذه العقود والأمور الأخرى لكي تكون الأمور يعني قانونية وسليمة من البداية 100%. عاشرا أخذ الطلبة لترجمة الوثائق فاهم، ترجمة جواز سفر ترجمة الشهادة فاهم، هو ترجمة السفر والشهادة وبيان نقط بالنسبة لبعض الجنسيات الأخرى. 11 أخذ الطالب للقيام بالتحليلات الطبية فاهم، عندما يدفع أول شيء يدفع في الجامعة يعني ثمن التأمين الصحي أخذه للمستشفى لكي يعني يكي يعمل تلك التحليلات الطبية الضرورية. 12 فتح حساب بنكي في بنكين ضروريين في روسيا، بنك سبير بنك والثاني هو بنك تينكوف فاهم، لأن بنك سبير بنك لا يوجد شخص في روسيا ليس لديه يعني كارت سبير بنك، بين وكذلك يحتاج إلى كارت تينكوف لكي يستعملها في استقبال أموال من خارج بلده عن طريق منصة بينانس، وهذه هي الخطوة الثالثة التي أقوم بها مع الطلبة، أفتح لهم حساب بينانس وكذلك أجلس معهم لكي أعلمهم كيف يستطيعون تحويل الأموال من بلدك إلى روسيا بدون اقتطاعات عن طريق منصة بينانس بشكل آمن لكي لا ينصب عليك، لكي لا تحتاج شخص يحول لك أموالك أو وحتى لا ينصب عليك شخص آخر، لأن النصابين وليكون صريحين النصابين في روسيا كثيرون جدا جدا جدا. 14 التقديم للمنحة الروسية، ولنكون صادقين أنا أقول فقط أن أقدم له للمنحة الروسية، لا أقول أنني أضمن له الحصول على المنحة الروسية. أي شخص يقول لك تعال أبيع لك منحة روسية أو أضمن لك الحصول على منحة روسية مقابل مبلغ كذا كذا، اعرف أنه نصاب واهرب منه يعني فرار القط من الـ من الـ من الأسد فاهم. أنا فقط أقدم لهم على المنحة الروسية إذا كانت في رزق أحدهم، إذا كانت يعني مكتوبة لشخص منهم فطبعا سيحصل عليها وسيرتاح من مصاريف الدراسة طوال سنوات دراسته. 15 أقدم للطلبة على المعادلة، لأن المعادلة ضرورية جدا لكي يدرس الطالب في الجامعة فاهم. أغلبية الجامعات بعد السنة التحضيرية أغلبية الجامعات عندما تريد أن تدخل التخصص يسألك عن جواز سفرك الشهادة وترجمتهم وكذلك المعادلة، المعادلة ضرورية جدا، لهذا أقوم بها للطلبة الذين يقدمون عن طريقه منذ البداية لكي بعدما ينتهون من السنة التحضيرية يدخلون إلى الجامعة يعني بدون أي مشاكل. 16 أقوم يعني أخذ طلبة في جولة في مدينتي، يعني جولة تعريفية بالمدينة، أخذهم الأماكن الجميلة في المدينة فاهم، أخذهم كذلك للتسوق لأعلمهم كيف يعني حتى أعلم كيف يعني كيف يتصرفون في روسيا فاهم، من أبسط أمور كيف يقطع الشارع إلى كيف يذهب للبنك، كيف يشتري منتجات بنفسه، كيف يعمل كذا، أين يذهب لشراء الملابس، أين كذا، أين يستقل الحافلة، كيف يأخذ بطاقة الحافلة، كل هذه الأمور فاهم. لأن يعني الشخص أول عندما يأتي في إلى روسيا في يومه الأول يكون لا يعرف أي شيء عن روسيا فاهم،
يعني حتى إذا كان يعرف بعض المعلومات قليلة فلا يستطيع يعني غالبا لا يستطيع تطبيق تلك الأمور، فاهم؟ إن السامع ليس مثل الرائي. 17 المساعدة في تعلم اللغة الروسية في أيامه الأولى، فاهم؟ لأن الشخص في يعني حصصه الأولى بدراسة السنة التحضيرية الأستاذة تشرح لك تعلمك اللغة الروسية باللغة الروسية. أنا انطلاقا من تجربتي بعض الأشخاص ليس الكل يجد صعوبة، فاهم؟ في يعني فقط في البداية، فاهم؟ يعني كيف معدن تقول لك مثلا تقول لك الأستاذة إيتا خليب مثلا إيتا خليب، فاهم؟ قد يفهم أن خليب تعني خبز، ولكنه مثلا قد يكون أول مرة سمع كلمة إيتا لا يفهم ما معناه، يعني يظن أن الأستاذة تقول شيء آخر. لهذا أنا يعني أساعد الطلبة وأشرح لهم هذه الأمور باللغة التي يعرفونها هم أيضا، التي هي لغتهم العربية، فاهم؟ أن البداية والأساس في تعلم اللغة هو الأهم. عندما يعني يتخطون صعوبة الأيام الأولى في تعلم اللغة الروسية، بعد ذلك تصبح الأمور يعني ميسرة ويتعلمون اللغة الروسية بسرعة على حسب مجهوداتهم، على حسب اجتهادهم، على حسب حضورهم في الفصل، على حسب قيامهم بالتمارين إلى غير تلك الأمور. 18 أن أبحث عن أحسن جامعة مناسبة للطلبة، فاهم؟ عندما أثناء دراسة الشخص للسنة التحضيرية أنا أتكلف لكي أبحث له، بعدما أسأله ما هو التخصص الذي يريد أن يدرس فيه بعد السنة التحضيرية، أنا أبحث له عن أحسن جامعة ممكنة بالثمن الذي يعني بالثمن الذي في جهد يعني مجهوده المادي أو قدرة أهله المادية. مثلا أنا أعرف مثلا أن إيتمو في سان بيترسبورغ، جامعة إيتمو هي أحسن جامعة في روسيا لدراسة كمبيوتر ساينس، ولكن ليس كل الأشخاص يستطيعون دراسة كمبيوتر ساينس هناك $6,000 أو $7,000 في السنة، فاهم؟ يأتي مثلا شخص يقول لي أريد أن أدرس مثلا طب الأسنان، ولكنني أستطيع أن أدفع فقط مثلا $3,000 في السنة، فاهم؟ بالتالي أنا أعمل جهد كبير لكي أحصل له على أحسن جامعة ممكنة بالثمن الذي يستطيع هو دفعه، اللي هو $3,000، لأن في روسيا كما نعلم روسيا كبيرة، كل جامعة لديها أدمنته الخاصة، فاهم؟ قد تجد الطب ب $2,500 وتجد طب ب $10,000 في جامعة أخرى. و 19 كما قلت أن تعليم كيفية الحياة في روسيا، فاهم؟ كما قلت يعني في البداية أنا أكون مع الطالب، يعني أنا الذي أسوقه، أنا الذي أعلمه كل شيء، وبعد فترة أسبوع أو أسبوعين أحاول دوم فقط أن أكون معه وأدربه، يعني مثل تدريب لكي يستطيع الشخص يعني يستغني عني، لأني طبعا أنا لا أستطيع، أنا حتى الوالدين لا يستطيعون أن يكونوا مع أولادهم في كل ثانية من حياتهم، فاهم؟ لأن في البداية أنا أكون مع الطلبة طوال الوقت، وبعد ذلك تدريجيا أعلمهم هم أن يقفوا على رجليهم، أن هم يعني يستغنون عني، فاهم؟ يعني يتعلمون كيف يعني يقومون بالأشياء أو يحصلون على الأشياء الذين يريدونها بأنفسهم، فاهم؟ وأخيرا الخدمة 20 هو أنني أبقى أساند الطالب طوال فترة سنته التحضيرية، فاهم؟ طوال فترة سنته التحضيرية، يعني مثلا بعدما أخلص كل هذه الأمور، بعدما أنتهي كل هذه الخطوات مع الطالب، أبقى دوما يعني رقمي عند الطالب، أبقى دوما رهن استشارة في حالة احتاج الطالب أي شيء، فاهم؟ مثلا إذا مرض يوما، إذا مرض أنا الذي أخذه إلى المستشفى، إذا اعتدى عليه شخص أنا الذي أدافع عليه، فاهم؟ إذا أراد أن يذهب لمكان ولا يستطيع يعني التحدث في ذلك المكان باللغة الروسية، أنا الذي أذهب معه لكي أترجم له، فاهم؟ فقط طيل السنة التحضيرية، لأني أعرف أن الكثيرين، وهذا عن تجربتي، يعني أنا أيضا عشت هذه الأمور في سنة التحضيرية، كانت لغتي الروسية ضعيفة جدا، لا أستطيع أن أذهب إلى، مثلا كنت أحتاج أن أذهب للمستشفى، ولكن في بعض الأحيان لا أذهب، لأنني لا أعرف ماذا سأقول لذلك الطبيب عندما أقابله، فاهم؟ هذا مجرد مثال، فاهم؟ أبقى سند لطالب السنة التحضيرية طوال فترة
السماء التحضيرية في كل شيء، أي شيء يحتاج شيء ما يحتاج معلومة ما فاهم، دوما أكون هاتفي في رهن الاستشارة. أتمنى أنني قد شرحت كل شيء في هذا الفيديو، وأتمنى لكم التوفيق ويسر الله أمركم، والسلام عليكم.